جيسباك فوز علي بيان. مرحبا بكم معايا في قناه بالفام او فوايي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اكيد انكم عرفتوا المحتوى ديال لا فيديو ديال اليوم. غادي نشارك معكم كيفاش كنصبن الحوايج. اكيد ان كل وحده كتصبن الحوايج ديالها، مي باش نتفادوا بزاف ديال المشاكل اللي حتى انا كانوا كيوقعوا ليا، وحاولت انني نجلس مع راسي ونشوف الاخطاء اللي كنديرو، حيت ماشي غير كنشدو الحوايج وكنديروهم يتصبنوا في لا ماشين لافي. الوغ من بين المشاكل اللي كانوا كيطراو ليا بحال هاد التيشيرت هذا، يعني خشيتو مع الحوايج وشوفوا كيفاش ولات لا فورم ديالو. كنت دايره لا تمبيراتور ديال 60 درجه، دونك كانت اول لبسه واخر لبسه، دونك بقى فيا بزاف. ومن بين المشاكل كذلك هو هاد يعني لي تيشيرت البيضين ديال القطن، يعني مع المده تيدبغوا تتولي لا كولور ديالهم بحال هكا، واخا كنصبنوهم كتبقى هكذا لا كولور ديالهم، يعني ما كيبقاوش بويض بحال في الاول. دونك وبزاف ديال المشاكل، كاين اللي كيطاشروا ليهم الحوايج ديالهم بجافيل، كاين اللي كيكشفوا ليهم الحوايج. دونك هاد المشاكل كامله الى كنتو انتريسي بلا فيديو خليكم معايا. كما انا جلست مع راسي وشفت بزاف الاخطاء كنديروها، حاولت نهار ملي كيكون عندي التصبين كندير له النهار ديالو والوقت ديالو. الوغ بالنسبه للمسحوق اللي كنستعمل انا هو هذا اومو، هو هذا اللي كنستعمل انا، يعني كيجيني كونفونابل في لو بري. واخا انا كنفضل مسحوق اخر، ولكن هذا هو اللي كنستعمل انا مده طويله. ما كنحاولش يعني لا ماشين لافي اشاك فوا ندير ليها شي برودوي، دونك هذا هو اللي بديت به، هو اللي بقى به. دونك بلا ما نطول عليكم خليكم معايا. فقبل ما كنخدم لا ماشين لافي ديالي، فهنا دايره واحد السله خاصه ديال الحوايج المسخين، كنديرها هكذا مورا الباب، وفين ما كتبان ليا عمرات فكنتري الحوايج لي كولور بوحدهم، لو نوار بوحديتو والبيضين بوحديتو. انا نقول لكم علاش، واخا تيكونوا الحوايج ما كيتلقوش. فهنايا كما شفتوا بانت ليا عمرات، فغادي نعزل الحوايج. بانوا ليا اليوم لي كولور هما اللي كثارين بزاف، فاليوم عندي تصبين ديال لي كولور، يعني الحاجه اللي كنلقاها كثيره هي اللي كنصبنها. كنحاول نقلبهم باش هكذا ما ياثرش فيهم البرودوي وكذلك الشمس. بالنسبه لهاد الحوايج فهما ديجا مصبنين، طويتهم كما شفتوا البيضين بوحديتهم ديجا. علاش كنعزلهم واخا ما تيكونوش الحوايج كيتلقوا؟ لان لي كولور ما تيتلقوش بيناتهم، ولكن ان فوا كديروهم مع شي حاجه بيضاء سيرتو الا كانت ديال القطن سبحان الله كتدبغ فيها، واخا كتكون شي حاجه ما كتلقش مع شي حاجه اخرى. ولهذا البويض ديما نديرو معاهم واحد المعلقه ديال البيكربونات باش كتحيد لكم هذيك الدبوغيه. بالنسبه للنوار ف ماشي بالضروره ديروا الحوايج كاملين بلو نوار، قدروا اي كولور فونسي بحال بلو مارين بحال الماغون، اللي ما تخافوش عليهم خلطوهم ماشي مشكل. وهنا قبل ما كتصبنوا هذه كديروها غير مره وحده كتوليو عارفين النوع التيشي ديالكم، كتكون واحد التيكيتا اللي ما كنردوش ليها البال. هاد التيكيتا فيها جميع المعلومات على على نوع التوب ديالكم. فهنا انا عندي توب كريب، فعندي درجه الحراره اللي ما خصنيش نفوتها، عندي واحد المثلث اللي فيه كروه، يعني انت غادي ندير ليها الكلور، لان بعض الحوايج كنقدروا غير تكون شي طبعه نديروا الكلور ونحيدوها، ما كي زعما ما كتخسرش. فهنا انت غادي ندير الكلور، وكذلك انت غادي ندير نعصرها واحد المربع عليه كروه، دونك انت غادي نعصرها، وكاين مصلوح فيه نقطه، دونك المصلوح يكون خفيف. بعض المرات كتكون جوج نقاط، دونك هنا هاد التيكيتات حاولوا انكم تقراوهم سيرتو الا كانت شي حاجه عزيزه عليكم. دابا نبداو على بركه الله، غادي نخدم لا ماشين لافي ديالي. هنا ما عنديش حاجه، يعني غير الحوايج ديال الدار، ما عنديش شي حاجه اللي زعما خايفه عليها، وما عنديش القطن. دونك هنا غادي ندير بروغرام اللي هو خفيف. بالنسبه الا كان عندكم الحوايج بالالوان ولا القطن، حاولوا ما ديروش الماء سخون نهائيا، يعني هذيك لا تمبيراتور حاولوا انكم ما تشعلوهاش نهائيا، وحتى العصير يكون خفيف باش كتحافظوا على الالوان.
دونك هنايا غادي ندير بروغرام اللي صغير بزاف، غندير لالين 51 دقيقه. سيرتو القطن البنات راه هو اللي تيخرج ليكم على بغيت نقول لا تمبيراتور، يعني ملي كديروا الماء سخون وكديروا واحد النوع ديال التيسيو هو اللي كيخرج ليكم على كيوسعوا ليكم الحوايج. دابا هنا غادي نشارك معكم كيفاش تعرفوا الحاجه كتطلق، سيرتو الى كانت اول مره غادي تصبنوها. هنا خديت واحد السطيله فيها الماء سخون ماشي الماء بارد حيت ما غاديش يقضي لكم الغرض. هنا واحد ديباردور اللي عندي في لو نوار غادي نديرو في هذاك الماء اللي كيكون سخون، الا كان كيطلق فنيشان تيولي لكم المكحل. هنا ما كيطلقش شفتو، كان نحاول ماء يمكن نخليه واحد المده في هذاك الماء. دونك هنا نقدر انني نصبنو مع الالوان الاخرين ما عنديش مشكل، لان ما تيطلقش دونك ولكن انا كما قلت لكم كنعزل لو نوار بوحديته. من الناس اللي هكذا كيبغيو يخدموا مره لا ماشين فيقدروا بهذه الطريقه يخلطوه. بالنسبه للزيوفه ديال الكوزينه فانا ما كنخلطهمش مع الحوايج حيت كاين الناس اللي كيصبنوهم مع الحوايج، انا كتجيني شي حاجه ديال كنقيسوا بها الماء ديال الماكله والحوايج تيكونوا مسخين، دونك كنديرهم ابار بوحدهم. تنغلي الماء غليان وتندير فيه جافيل وكنخليهم مرقدين، منها تيحيد هذاك اليدام تيعقمهم وكيحيد منهم حتى الطبايع. ملي كنسالي هكذا الشغل سوا كندوزهم بيديا سوا ندير لهم ان ماشين اللي كتكون 15 دقيقه وصافي وانا قاديه الغرض. شو هذاك اليدام كامل كيتحيد. بالنسبه للحوايج هكذا ديال الزنقه بارفوا الا خفت من الثوب فانا كندوزهم غير بيديا، يعني ما كنديرهمش نهائيا في لا ماشين، سيرتو الا كان شي ثوب كيتيرا يعني ثوب الاستيك القطن فنحاولوا ما امكن ايفيتيو اننا نديروهم في لا ماشين في الماء سخون ونعصروهم ونديروا لهم بروغرام اللي كيكون كبير. يعني من الاحسن الحوايج ديال الزنقه ما تفوتوش ليهم 15 دقيقه. بالنسبه للملابس الداخليه البنات فانا ما تنصبنهمش في لا ماشينا لافي وما تنديرهمش نهائيا حتى هما مع الحوايج، فانا كنديرهم غير هكذا تصبينه خفيفه بين يديا بالصابونه ديال الحجره. سي دي كونسيي انكم ديروا ليهم جافيل ولا اي برودوي سيرتو هذيك يعني لا بارتي كو يعني تري سنسيبل، فصابونه ديال الحجره وضروري تشمشوهم يعني نشروهم في الشمس وصافي. وهنا وصلت نهاية ديال لا فيديو، خليتكم على